السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم راح نكمل محاضرتنا حول تطبيقات المنظومات الهيدروليكية، واليوم راح ناخذ تطبيق آخر هو تطبيق نظام الفرامل الهيدروليكي. طبعا نظام الفرامل يعتمد على تحويل الطاقة الحركية للإطارات الدوارة إلى طاقة حرارية عن طريق الاحتكاك، لأنه إحنا ما نقدر الطاقة نفنيها ولكن نقدر نحولها من شكل إلى آخر، فممكن نحول الطاقة الحركية الدورانية إلى طاقة حرارية عن طريق الاحتكاك. زين، نظام المكابح أو نسميه الفرامل يعتمد أيضا على قاعدة باسكال. يعني شنو قاعدة باسكال؟ هو الضغط اللي مسلط على أي نقطة من نقاط السائل أو المائع بشكل عام تنتقل إلى جميع أجزاء ذلك المائع بالتساوي. يعني أنا من أصل الضغط بهالاتجاه على المائع، فالضغط راح ينتقل، انتبهوا الضغط وليس القوة، الضغط راح ينتقل إلى جميع أجزاء المنظومة بالتساوي. يعني أصلت هنا فرضا 10 كيلو باسكال، هنا يصير عندي 10 كيلو باسكال، وهنا 10 كيلو باسكال، وهنا 10 كيلو باسكال، وهنا 10 كيلو باسكال. زين، ف راح يتوزع الضغط هنا بالتساوي. زين، خلي نعرف شنو اجزاء المنظومه الهيدروليكيه للمكابح. طبعا بشكل عام المنظومه الهيدروليكيه للمكابح تتكون من اجزاء بسيطه. الجزء الاهم هو راح يكون لازم يكون عندي خزان للسائل الهيدروليكي، ومن بعد الخزان عندي مضخه اسطوانيه او مكبسيه، هنا يعبرون عنها بالاسطوانة الرئيسية. المقصود بالاسطوانة مو الاكتويتر اللي هو راح استخدمناه، مثل قلنا اسطوانة او محرك هيدروليكي سميناها اكتويتر، لا، هنا الاسطوانة الرئيسية هي مضخة راح تكون، اللي هي هنا هذا الجزء اللي دا اشرككم عليه. هذا طبعا الخزان، هذا الخزان وهاي المضخة. زين، وبعد المضخة والخزان راح يكون عندنا شنو؟ عفوا، راح يكون عندنا الاسطوانة او القرص. عندنا نوعيتين من المكابح، اما تكون بشكل قرصي، هذا اللي تشوفوه هذا القرص، هذا قرص دوار مع الاطار، واما يكون بشكل اسطواني، هذا بشكل اسطواني ايضا دوار مع الاطار. فالشكل القرصي هذا اللي تشوفوه هو نفسه هذا، والشكل الاسطواني هو هذا نفسه. فالاسطوانة يسموها درام، هاي يسموها درام حياته، وهذا يسموه ديسك اند كاليبر. زين، هنا الاسطوانه او القرص تدور مع الاطار، فيحتاج شنو حال مود يوقفها؟ يحتاج الى يسموها حذوات او وسائد. الحذوات اللي هي ذني اذا تشوفوها، خلي اسويها باللون الاصفر، الحذوات تكون هاي الحذوات اللي تشوفوها ذني، هاي الحذوات سناخذها بشكل مفصل. والوسائد اللي هي ذني يسموها الديسكات، احنا بالعامية نسميها ذني. زين، فذني راح عندما اصل الضغط على السائل الهيدروليكي الموجود بالمنظومة راح عندي مكابس فرعية. هنا هذا مكبس، هذا شوفوا هذا مكبس، وهذا هنا ايضا عندي مكبس، فراح يحاول يدفع لي ذني الحذوات للخارج، راح يوقف لي شنو؟ راح يوقف لي الاطار او يخفف سرعته. وايضا هنا نفس الشيء، ذني راح تندفع الى الداخل، ايضا راح توقف الاطار او تقلل من سرعته. زين، اذا عندنا خزان سائل هيدروليكي، مضخه اسطوانيه هاي، واسطوانه او قرص اللي هو هذا القرص، هذا قرص او هاي الاسطوانه، هاي الرصاصيه. زين، وراح يكون عندنا حذوات اللي هي ذني باللون الاحمر، او وسائد. زين، بشكل عام وعندنا ايضا اسطوانه هيدروليكيه، راح تكون هاي اسطوانه هيدروليكيه، وهنا ايضا عندي مواضعه هنا بالرسم اسطوانه هيدروليكيه. فعندي اسطوانتين، يعني اسطوانه رئيسيه اللي هي هاي مثل تعمل عمل مضخه، وهاي اسطوانه هيدروليكيه لا، هاي تعمل عمل الاكتويتر. زين، بشكل عام خلي هاي شوي الصوره اوضح واكبر. بشكل عام
الخزان والأسطوانة الرئيسية راح ناخذها بالتفصيل، لكن خلي أركز هنا على الأسطوانة، أسطوانة الإطار والحذوات اللي هي وهذا زين، وأريد أركز أيضا على هاي أسطوانة بدي أشر عليها هاد لحظة، هاي الأسطوانة والحذوات أو القرص والوسائد. الأسطوانة والحذوات قلنا أكو أسطوانة هاي تدور مع الإطار، طبعا إذني شنو عندما أضغط هذا، عندي مكبس هنا، هذا مكبس يعني هنا هسه، هذا لو أفتحه راح ألقى منه مكبس ومنه مكبس، والسائل هنا موجود، فالسائل من ينضغط راح يدفع لي المكبس هذا بهالاتجاه، والمكبس هذا بهالاتجاه راح يدفع لي إذني ال راح يدفع لي إذني إلى الخارج، راح تضغط على من على الدرام اللي أسطوانة، فراح تحاول تحتك بيها وتخفف سرعتها وتوقفها بعدين. بعد ما ارفع رجلي من دواسة البريك، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الضغط راح يقل، اذني النوابض راح ترجع الحذوات الى ما كانت عليه، راح تبعدها عن الاسطوانة، يعني يضمحل تأثير الفرامل. هنا ايضا نفس الشيء، عندي قرص دوار دا يدور باتجاه معين مع العجلات، فعندما اضغط هنا عندي مكبس، هسه راح ناخذه بالتفصيل ونشوف فيديوهات عليه، راح تنطبق هذه الوساده مع هذه الوساده وتولد لي احتكاك مع هذا القرص، فتولد لي ايقاف حركه الاطار. زين، نجي بالنسبه على الاسطوانه الرئيسيه، الاسطوانه الرئيسيه اللي حكينا عليها هي هاي الاسطوانه الرئيسيه، هاي اللي قلنا عليها الاسطوانة الرئيسية راح ناخذها هسه بالتفصيل. الاسطوانة الرئيسية تقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية المبذولة اللي انا دا اسلطها على دواسة القدمية الى طاقة هيدروليكية تنتقل الى اسطوانات الاطارات. الاسطوانات تقصد بها هذني المكابس. زين، طبعا بشكل عام من ايش تتكون؟ هذا شكل الاسطوانة الهيدروليكية، تشوفوا هذا، هذا شكل الأسطوانة الرئيسية اللي شنو حتولد لي ضغط. زين، هاي الأسطوانة بها خزانين، طبعا يخلون بها خزانين، خزان الآخر يكون أو بالأحرى مكبسين، يعني هذا الشكل هو نفس هذا، تشوفون عندي خزان واحد وخزان اثنين، عندي أيضا هنا عندي مكبس، هذا مكبس رقم واحد مرتبط ويا الخزان واحد، خليها اكتبها باللون الاصفر يمكن ما يبين بالاحمر، هذا الخزان رقم واحد، المكبس رقم واحد، وهنا عندي ايضا شنو المكبس رقم اثنين متصل ويا من ويا الخزان رقم اثنين، اثنيناتهن من عندما اضغط راح يبدي هذا المكبس يضغط ياخذ الزيت من هذا الخزان ويضغط طبعا باتجاه المنظومة الهيدروليكية، بعد ما ينضغط راح في نابض، هو هنا راح يدفع النابض هذا الجزء، راح يضغط لي ايضا الزيت الموجود النازل من الخزان بهذا الجزء، راح ينضغط ايضا المنظومة الهيدروليكية، فراح يولي الضغط اضافي. هاي ايضا بها ميزة اخرى، انه استخدم خزانين ومكبسين داخل الاسطوانة الرئيسية. ليش؟ لانه يقولون في بعض الاحيان قد يفشل احد المكابس لسبب ما، بوجود تسرب او عطل معين، يفشل في دفع الزيت للمنظومة الهيدروليكية، فإذا فشل أحدهما فالآخر ممكن أنه هو شنو يقوم بالعمل، ولهذا أنا ما راح أفقد السيطرة بشكل كامل على المكابح، والمكابح مثل ما تعرفون جزء مهم جدا بالمركبات، وانعدامها أو عطلها يؤدي إلى حوادث كبيرة، ولهذا يسوون وسيلة أمان، أنه يقول لك حتى إذا في حالة أنه أحد المكابس عطل أو صار بفد مشكلة معينة، فممكن انه الاخر يقوم بالمهمة. فعندنا تتكون من خزانين ومكبسين بها نوابض، وكلاهما يدفع شنو؟ يدفع الزيت الى المنظومة الهيدروليكية. زين، هذا طبعا هنا بشكل مكبر دي اراويكم اياه. نجي على الاسطوانة الفرعية، الاسطوانة الفرعية هي اللي موجودة وين؟ اللي موجودة عند الحذوات او عند الوسائد.
هاي يسموها اسطوانة فرعية، هاي تستلم الزيت من الاسطوانة الرئيسية، زين تستلم الزيت وهو مضغوط بطاقة هيدروليكية تحولها إلى طاقة حركية خطية. طبعا هنا عندي مكبسين، هذا مكبس وهذا أيضا مكبس، فكل واحد يدفع جزء من أجزاء الحذوات يدفعها للخارج على مود تقوم بالضغط على الدرام اللي هو هذا باللون الأخضر. هنا عندكم الدرام، هذا الدرام زين اللي هو حيكون دوار مع الإطار. إذا تقوم بتحويل الطاقة الهيدروليكية المنتقلة عبر السائل إلى طاقة ميكانيكية، هاي حكيناها، وهذا هو شكل الأسطوانة الفرعية. بي طبعا شوفوا منها راح يندفع للخارج، وهذا أيضا راح يندفع للخارج. طبعا أيضا تحتوي على، احنا قلنا شلون ترجع، بكو بيها نوابض، هسه خدناها احنا شفناها بالتفصيل. هذا هو شكل الأسطوانات، هذا يكون الحذوات، العفو، هذا شكل الحذوات اللي موجود مع الأسطوانات. المكبس راح يكون هنا بهذا الشكل، هذا راح يدفع هذا الجزء وهذا الجزء للخارج، وذن النوابض راح ترجعهن وين؟ إلى الداخل. وأيضا عندي الأقراص، اللي هو الأقراص والوسائد، هذا الأقراص والوسائد هسه راح نجي نشرحها بالتفصيل. زين، بالنسبة للأجزاء الرئيسية للمكابح الأسطوانية اللي هو هاي، هسه احنا حكينا الأجزاء الرئيسية للمنظومة بشكل عام، قلنا خزان وقلنا أسطوانة رئيسية تدفع السائل إلى المنظومة الهيدروليكية، وقلنا اكو بعدين أسطوانة فرعية اللي هي راح تدفع لي اما الحذوات واما الوسائد. هسه نجي عندنا، قلنا نوعيتين، عندنا أقراص او عندنا مكابح قرصية وعندنا اسطوانية، صحيح؟ فهسه خلينا نحكي على الاسطوانية. الاسطوانية من ايش تتكون؟ يعني انا دفعت الزيت، وين راح يروح الزيت؟ بالاطار اكو فد شيء يسموه الدرام، الاسطوانة، هذا راح يدور اللي هو هذا الشكل مالته. هذا راح يدور مع العجلة، يسموها الاسطوانة الدوار، هذا الاسطوانة الدوارة. تدور مع العجلة بداخلها، بالجزء الداخلي مالتها، حيتركب هذا الجزء. هذا الجزء راح يتركب بالجزء الداخلي إلها. فمن راح يتركب هذا الجزء طبعا بيه حذواته، تشوفون بيه نوابض أيضا، وهاي هي الأسطوانة اللي قبل شوي حكينا عليها. فراح عندما أضغطاني على الدواسة قدمي راح تندفع ذني للخارج، ذني راح تندفع للخارج، زين راح تضغط على هذا الجزء، راح تقوم بالاحتكاك معه ومن ثم تخفيض السرعة وإيقافه. زين النوابض ذني طبعا تقوم بارجاع، بعد ما ارفع القدم من الضغط على الدواسة راح ترجع ذني النوابض ترجع الحذوات الى ما كانت عليه. فبشكل عام تتكون من صفيحة الدعم والاسنان يسمى باكينج بليت، اللي هو هذا الجزء الاسود اللي هو راح يكون شلون اللي راح يجمع ذني الاجزاء كلها من ناحية الحذوات، النوابض، الاسطوانات، يعني خلينا نقول فالجزء انه تستند عليه ذني الامور كلها او ترتبط به. زين الاسطوانه الفرعيه اللي هي هاي باللون البرتقالي، هاي الاسطوانه الفرعيه اللي تشوفوها، ما ادري واضحه هاي. زين وايضا عندي الحذوات اللي هي هاي باللون الاصفر، هاي الحذوات باللون الاصفر. زين وعندي ايضا النوابض والاسطوانه الدواره اللي هي هاي، فما بيها فد شيء صعب. الرسم موجود امامكم والاجزاء موجوده بالعربي وباللغه الانجليزيه. زين هذا ايضا شكل اخر يوضح لنا، طبعا هاي صفيحه الدعم والاسناد، هاي بالجزء الاسود ذني الحذوات، هذا وهناك ايضا هاي ذني الحذوات، هاي وايضا عندي ذني النوابض وهاي الاسطوانه. زين وهذا الجزء هو راح يكون شنو؟ الدرام اللي راح يدور مع الاطار، راح يصير يعني يغطيهن ذني كلهن. فما بيها فشي صعب يعني، وهسه اذا شوفون فيديوهات عليها راح تكون المسألة عندكم بعد اوضح. زين نجي ايضا على الاسطوانة الدوارة اللي هي هذا الجزء، هذا الجزء قلنا، هذا الجزء هذا راح يدور ومع الاطار، وراح توضع ذني كلها في داخله، ذني يصير في داخله، فعند الضغط راح تضغط عليه وتوقفه. فهذا كل ما في الامر. بالنسبه للنوع القرصي عفوا، النوع القرصي
ايضا بي اقراص وبي وسائل، اذن يسموه احنا بالعاميه الديسكات، اذني راح ايضا ترتبط بطريقه معينه راح نوضحها هنا. بشكل عام هو هذا الشكل بالنسبه للديسكات. شنو راح يصير؟ راح يصير عندي ديسك او احنا نسميه وساده من هذا من هذه الصفحه، خلي اغير اللون حتى تبين. هاي وساده، هذا شوفوا هاي وساده، وعندي ايضا هاي وساده من الصفحه الاخرى. ايش راح يصير؟ طبعا هذا الجزء يسموه الكاليبر او يسموه الفرجال. ليش يسموه فرجال؟ لان ممكن انه يتقارب ويتباعد مثل الفيرنيه بالضبط. فالزيت راح يجي منه، راح يدفع هذا الجزء يدفعه الى ان يوصله الى حد يتلامس مع القرص الدوار. من يتلامس بعد ما الزيت ما له طريق، فشي يسوي؟ يقوم يدفع بهالاتجاه. فهذا الجزء كله، هذا الرصاصي مرتبط بهذا، راح يسحب هذا الجزء بهالاتجاه. فراح يصير عندي اول شيء شنو؟ زين، فاكرر العمليه مره اخرى على مود تصير عندكم واضحه. بس خلي امسح ذني. هاي الاصوات المزعجه. زين، هسه راح نجي اول شيء زيت راح يجي بهالاتجاه، راح يجي بهالاتجاه. بس خلي اغير هذا اللون. راح يجي زيت بهالاتجاه، راح يدفع لي هذا الجزء الى ان يتلامس مع القرص. فمن يتلامس مع، بعد ماكو طريق للزيت انه يدفع بهالاتجاه، راح يدفع وين؟ بالاتجاه المعاكس. هذا الجزء ايضا متحرك، راح يسحب وياه هذا الجزء، وبالتالي راح ينسحب هذا الجزء يتلامس مع هذا ويوقفه بشكل تام. فكانما التوقيف راح يكون بشكل مرحلتين، مرحله اولى هذا ينطبق والمرحله الثانيه يجي عليه هذا ينطبق معه. فبشكل عام هذا هو الجزء اللي موجود قدامكم. طبعا هذا البليدر سكرو، هذا مرات بعض الاحيان نحتاج انه نفرغ الزيت من المنظومه. زين، فعن طريق هذا ممكن انه نفرغ الزيت. الكاليبر اللي هو الفرجال اللي هو هذا الجزء اللي حكينا عليه، الكاليبر طبعا تشوفون ب داست بوت، هاي يسموها هاي شلون موانع حتى تمنع وصول الاتربه الى داخل المكابس، هنا المكابس ذني. زين، وايضا اكو المكبس هو نفسه هنا موجود، والبريك باد اللي هي ذني، اذا تشوفوهن ذني البريك باد اللي هي شنو؟ الوسائد، ذني الوسائد. زين، وايضا عندي شيء هذا الجزء اللي هو راح يثبت لي الوسائد ما يخليها تهتز، وهذا القرص الدوار يسمونه روتر، ديسك روتر، هذا الجزء الدوار راح يدور بهالاتجاه او هالاتجاه حسب الحركه. فجدا مبدا عمله بسيط. هاي شوفوا ليش سموه كاليبر؟ لانه جزئين ممكن تتقارب ممكن تتباعد مثل الفيرنيه ومثل الفرجال. زين، بهالشكل هذا. طبعا لهنا انتهى هذا الجزء، بس راح نحاول نشوف بعض الفيديوهات اللي راح توضح لنا اكثر طريقة عمل ال طريقة عمل ال المكابح. اعزائي الطلبة، الان راح نشوف فيديو يوضح كيفية عمل الاسطوانة الرئيسية اللي قلنا بها خزانين وبها مكبسين. طبعا هذا الشكل اللي تشوفوه امامكم هذا خزان، اذا تشوفون المؤشر هذا خزان، هنا عندي مكبس مع نابض، وهنا ايضا عندي مكبس مع نابض. انتبهوا على الفيديو حتى تشوفون شنو اللي يصير. لا تلاحظون انه الزيت من كلا الاسطوانتين دي يعني ينسحب او يعني يندفع او ينسحب. زين، فبهالطريقه هاي راح تشوفون انه المكبس الاول راح يقوم بالضغط، بعدين المكبس الثاني. هنا راح يبين لك شنو اللي راح يصير عندما يضغط السائق على المكبس. طبعا هذا اكو شيء اسمه فاكيوم بوستر ايضا يساعد على زيادة الضغط، راح نخصص له حلقة خاصة ان شاء الله او محاضرة خاصة.
طبعا هنا يبين لك الربط. هنا اذا عندك اربع، يعني اذا عندك اربع الاطارات، في بعض السيارات القديمه يكون فقط اطارين مرتبطه بالبريك. اذا عندك اربع اطارات راح يكون شنو؟ راح يكون عندك تربط اما بشكل اكس، يعني شوفوا هذا الاحمر الامامي الايمن مع الخلفي الايسر، والامامي الايسر مع الخلفي الايمن. هاي طريقه للربط حتى نكون بالصوره. وطريقة ربط ثانية لا، الأمامية واحد والخلفية واحد، هاي كلها على مود توازن السيارة أو المركبة. في حال فشل أحد ال أحد ال خلينا نقول أطراف المنظومة بالمنظومة المكابح، فحتى لا يصير اهتزاز بال أو انحراف في مسار السيارة. طبعا فيديو آخر نحاول نشوف. هذا فيديو آخر على الدرام أو المكابح الأسطوانية اللي حكينا عليه، مو قلنا اكو قرصية واكو أسطوانية، هذا النوع الأسطواني يسموه بريك درام. طبعا هاي هي الاسطوانه، هذا ما في داخلها اللي قلنا اكو، اذا تشوفوها الحذوات والمكبس او الاسطوانه الفرعيه، وذني النوابض. زين، فاذني بهالطريقه هاي راح تشوفون طريقه عملها شلون راح تصير. هذا المكبس، هذا المكبس راح يشوف شلون. طبعا ايضا هم ايضا ببليدر، في بعض الاحيان نحاول نفرغ الزيت نبدله، فهذا مثل البرغي ينفتح. هذا ما في داخل هذا المكبس، تشوفون به طرف ايمن وطرف ايسر، فيدفع الطرفين الى الخارج في حال وصول الزيت المضغوط اليه، وايضا به نابض بالوسط. شوفوا شلون هي الحركة جدا قليلة، يعني الخلوص ما بين الحذوات وما بين الاسطوانة هو يمكن مليم او نص مليم. تشوفون شلون. شوف ايضا نحاول فيديو اخر. هنا طلابنا الاعزاء راح يبين لنا الجزء النوع الاخر وهو القرصي. طبعا شوفوا تشوفون اكو عندنا قرص، هذا القرص راح يكون حوله موجود الكاليبر او يسموه الفرجال اللي يحتوي على ذني الوسائد. طبعا هنا راح تشوفون طريقة عملها جد بسيطة وما بها اي صعوبة. شوفون الطريقة مالتها راح يبين لكم شلون راح تتحرك. طبعا الزيت راح يجي من هذا الاتجاه، راح يضغط على هذا الجزء اللي هو مرتبط ويا من مرتبط بالوسائد او الباتش يسموها. بعدين ورا ما ينتهي حيندفع هذا الجزء بهذا الاتجاه، بالاتجاه المعاكس راح يسحب الوسادة الاخرى اللي هي بالطرف الاخر. شوف الخلوص جدا قليل. طبعا هاي باثناء الاستعمال، انتبه قبل ما هاي شوية مهمة هاي اللقطة. شنو راح يصير؟ راح يندفع المكبس الاول، بعدين
ينسحب ينسحب الطرف الآخر، فكأنما يصير على مرحلتين. طبعا في بعض الأحيان هاي تستهلك ال تستهلك الـ الـ الوسائد ما يستدعي تبديلها، يعني طبعا هي بالنظر تبين إذا كانت مستهلكة أو لا. في بعض الأحيان يخلون مثل حديدة صغيرة إذا استهلكت إذني راح يطلع صوت مثل الصفير بأثناء القيادة أو أثناء يعني تحريك السيارة، فأنت راح تعرف من تسمع هذا الصفير راح تعرف أنه ذني الوسائد مستهلكة فحان وقت تبديلها، فتستبدلها ذني ترجع المنظومة كما كانت. هذا بالنسبة إلى المنظومة الهيدروليكية للفرامل.